ما نذريه. هلا هلا بالشباب. احنا والخلود وشهداء التحرير وشهداء النجف وشهداء الناصرية وشهداء كل الانتفاضات الشعبية الذي قلعت الفساد. استقالة عادل عبد المهدي لم تكفي. احنا نريد تغيير عام. هاي الأحزاب الفاسدة اللي تلطخت أيديها بالدماء الشعب، هذا الشعب الجريح كلهم، من أحزاب من سياسيين فاسدين كلهم دولة، لازم نقلعهم. احنا ندور على ناس تكنقراط، ناس تخلي البلد إلى الأمان، لأن ما شفنا شيء منهم. 16 سنة قتل وتهجير وطائفية وجوع وكل كل شيء صار بهذا البلد. مع العلم هذا البلد هو أغنى بلد بالعالم. المفروض هسه إحنا هاي الخليج تتمنى أن تعيش عيشتنا، بس مع الأسف الطبقة السياسية اللي جاي تجينا طبقة فاسدة، يدورون بس تجيبهم وعايفين الشعب وراهم. نشوف هسه عوائلهم كلهم مرفهين وعايشين أحسن عيشة. تاحات التظاهر هي المخولة لتنصيب الحكومة الجديدة. لا البرلمان ولا غير البرلمان مخول ومفوض أن يشكل حكومة. نحن من نشكل الحكومة. إحنا أهل الساحات، إحنا المعتصمين، إحنا اللي قضينا ما يقارب صارنا 35 يوم ساحات الاعتصام. إحنا اللي نصب الحكومة. البرلمان غير مخول، والبرلمان عليه أن يحل نفسه فورا بعد استقالة عادل عبد المهدي. يجب أن يحل البرلمان نفسه، وما نريد مشاركة أي حزب، لا جماعة 45 يوم ولا غيرهم مخولين أن يشكلون حكومة. نحن من نشكل الحكومة. الساحات والمعتصمين وها الشباب ذول المنتفضين، ذول الشباب اللي طلعوا من قمع الجوع والفقر والمعاناة، هم اللي يشكلون الحكومة. ماكو أحزاب فاسدة تشكل حكومة. احنا الشعب يحدد من يصير رئيس وزراء. ما نريد لا عمار الحكيم، ما نريده. خلي يرحل. قال رؤساء الكتل الاكبر يجب ان يرحلوا، وهم معروفين. هذا العامري ما نريده، حنان الفتلاوي ما نريدها، عمار الحكيم ما نريده، قيس الخزعلي ما نريده، ومبينين مثل عين الشمس واضحه. الشعب العراقي انباك، الشعب العراقي انقتل، الشعب العراقي انخطف، الشعب العراقي تهجر، الشعب العراقي الموصل الحبيبة انباعت، من باح المالكي. المالكي ما نريدك يا أخي، ما نريدك. عمار الحكيم ما نريدهم، هم ذولا الأحزاب. وها شكوا واحد راح لشهيد، شكوا واحد مات لشهيد، كله برقبة طالب شغات الكناني، كله برقبته. ذكر أسماء وهاي الأسماء تنعرض، وذمة برقبتك تنعرض وتصل لكل العراق، كل العراق. نريد جمهورية، ما نريد برلمان. وش اسمه، مجالس محافظات، تخصص مجالس محافظات. كل سنة من ميزانية يعطون مليار لمجلس محافظة. أبو مجلس محافظة أنت مدين ترجع المليار يا أخي. شوف لك لجنة بأن تسوي مشروع بهذا المليار. ماكو نزاهة، ماكو نزاهة بهذا البلد. سقطة فرد نوم. أحزاب ما نريد، سارون ما نريدها، الفتح ما نريدها، تيار الحكمة ما نريدها، الدعوة ما نريدها، قيس الخس على مش مسوي من حزب صادقون، كلهم ما نريدهم. أنا مت شهيد، أخوي راح شهيد، أخوي عنده شهادة، طلع على مود تعين، على مود وطن، يطق براسه. ليش شايل لك سلاح؟ شايل علم العراق والخمره والبيبسي. ليش تطق براسك؟ شو مسوي لك؟ يعني وهاي طقتهم خاف عبالهم يخافون الوهاد والامام علي مذخر. لان كذا على قول صاحبنا حلويات مدعبلين، ناخذ حقنا، لا عادل عبد المهدي ولا اضيد حكم رئاسي.
حكم راس شلق على حرامي زين حكم راس هاي هاي الاحزاب كلها اي احزاب مره هذه الاحزاب ولا طين وطن اقول له طين وطن يا ولد اقول له طين وطن يقول لك هاي 150 اقول له ريد وطن يقول لك هاي 175 هاي مريض وطن وطن مو فلوس. حتى لو استقال عادل عبد المهدي ما طول اكو محاصصه واحزاب ما يصير يعني يجيبون عادل عبد المهدي يطبون واحد غيره ما يصير بلد ما صله شاره بعد لازم تنشال المحاصصه دمرنا الاحزاب دمرتنا بلختنا لا خلت عالم زين العالم بالشوارع هنا مكاتلها الجوع احنا هسه العراق توحدنا شوفوا هذا صديقي جاي هذا احنا ما نريد نحكي بالطائفيه هذا صديقي سني وانا شيعي واخوان زين ولا ماكو فرق ماكو فرق وهذا البلد ما نبيعه طببونا دمروا العالم دخلونا بفتنه طائفيه زين ولا بس احنا هذا البلد احنا وعينا بعد وعينا كافي وعينا بعد ما نريد نبيع هذا البلد كل يطلعون برا كل 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 ما نريد احد ملينا ما نريد احد طارق عزيز خوش حكى كلام قال هاي مجموعه مال لصوص فعلا مجموعه مال لصوص يا اخي ملخونا كرهونا بالدين الدين هذا كرهونا به كافي كافي هسه بوق ما شبعتوا اطلع ولي عادل عبد المهدي وحكومته هو مو مقصود عادل عبد المهدي فقط عادل المهدي هي درجات الدرجة الأولى خلصنا من عدها أوكي عادل عبد المهدي اتنحى بس بعد إيش بعد فوات الأوان هاي الشهداء راحت والدماء هاي الزكية اللي سالت من الشعب العراقي الأبطال وأقولهم كل البرلمانيين والأحزاب هسه وقت الحرية والكلام الطيب أريد أن أوهلهم فد شغلة 2003 بعد 2003 هذا ما عاش ضغوطات عاش فقط الحرية والحرية إذا أنطت للشاب ما يوقف أي شيء لا الرصاص يوقفه ولا البرد يوقفه ولا الأمطار اللي هم حاولوا يباغتون هاي سوالفهم التعبانة بلكي الشعب يرجع واليوم يرجع على العموم عادل عبد المهدي خلصنا من عده بعد هسه شنو البرلمان ينحل ما نريد برلمان احزاب نهائيا ماكو لانه ملينا من الاحزاب حقيقه هسه اللي بالاحزاب طبعا الاحزاب هي حاكمه الدوله مو الدوله هذا هيك كفر بس الاحزاب هي اللي حاكمه واحنا ما نقبل هذا الشيء احنا الاحزاب ما نريدها ابد احنا نريد الشعب من التحرير هنا من التحرير نسوي لجنة الشعب احنا نختار لنا شخص اكو هنا ناس اساتذة اكو قضاة اكو ناس تعبانة على ارواحها جاية بالتحرير صار لها شهرين احنا نطلع لنا واحد شخص انسان نزيه شريف يحكم هذا الشعب العراقي البطل الشباب هاي اللي راحت دماءها لابد انه نستثمر لنا فتشي من هذا من 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 هالشباب هاي اللي راحت وانا احب اقول
اقول شغله للبرلمان بعد عادل عبد المهدي، اقول عيشه بمذله وبيها الظلم هذا العمر ما اريده، فادي عمري. عيشه بمذله وبيها الظلم هذا العمر ما اريده، واللي يلتزم عز النفس ذل العمر شي يفيده. وباشر الاجيال تجي، وباشر الاجيال تجي موقف صمود تعيده، وتقول سبط المصطفى، وتقول سبط المصطفى للذل ما مديده، للذل ما مديده. احنا بالنسبه ان وهاي الشباب الثوره احنا ما نريد اسقاط بس عادل عبد المهدي ولا اشخاص معددين، احنا رايدين صوره عامه البرلمان باكمله. هذا البرلمان الذي سوى جرثومه بهذا الشعب، مرض هذا الشعب، يعني شلون تقول يعني فد مرض وباء جانا مثل الطاعون، فهذول كلهم ما يخدمونا. احنا اليوم هاي ثوره الشباب طلعت على ذولا حبيب قلبه كلهم حراميه ما يخدمنا. احنا عادل عبد المهدي لا شيء عندنا، لان هم اساسا العراقيين. هسه اسال اي واحد بالعراقي قل له شنو عادل عبد المهدي؟ هو معروف عادل زويه يا اخي، اول مصر باقه هو عادل زويه. احنا شنو عادل عبد المهدي؟ بيوم هسه قالوا مثلا، هسه قالوا عادل عبد المهدي اتنحي، وين غير يتقدم؟ نريده محكمه، عم نريدهم محكمه. شنو باقي البرلمان يتماطل من ذاك اليوم لهذا اليوم؟ صار شهر ونص، يعني شلون باي صيغه؟ شنو وين هم ديانتهم؟ عم ذول لو يجيك هذا وزير الدفاع الناس تضرب ويقول لك لا والله طرف ثالث، ادري انت صخر مخلينك بدون علم. يا اخي ماكو هيك وضعيه كثيفه. ذولا اساسا لو عندهم غيره، هو الانسان عنده هنا نقطه حيه، اذا وقعت هاي النقطه بعد ما يسوى لحشاكم ونعال. فذولا ما عندهم نقطه حيه، يعني دمروا هاي الشباب، عايفين بيوتهم وقاعدين هنا بالبرد والظلم. هاي المواكب من جيوبهم يدفع ويقول لك والله دعم خارجي. شنو الدعم الخارجي؟ يا اخي اللي يتبرع له بألف و2000 وواقفه هاي المواكب. احنا حبيب قلب وصوتنا نريد يوصل للعالم كله، ما نريد. ان شاء الله ذول الثوريين الشباب يشكلوها هي الحكومه. يا اخي احنا ردنا لنا قائد نجيبه ونقعده، ما نريد برلمان يناصف. زين هم ظلوا ياكلون واحد، هم عايفين هذا الشعب. اول مره وطلع الشعب شراد منهم يا عمي، شغلات بسيطه طوروها. سعدنا شهداء وعدنا جرحى وعدنا ناس يعني انتهوا، يعني حتى انشلوا وشلها النصبي. هاي الدخانات كفيلك الله انتهينا من عدهن بالفلفل. هسه مو هناك، تعال على جسر الاحرار وشوف الجاسر المجازر. يطلع واحد يستنكر، يطلع واحد يقول ما يجوز هذا الرمي، ماكو هيك يا حبيب قلب. زين نوب جابوا لك مال اعصاب، يعني احنا ذول يا حبيبي شلع قلع ما رايدينهم. قلت السيد ما يفيدوننا، لو عندهم غير ان ينسحبون. والله العلي العظيم كل فوضى ما تصير، الفوضى هم جعلوها، هم سووا بالشعب الطائفيه كل المشاكل هي من وراهم. يا اخي شنو يصير فوضى؟ ليش؟ راسنا نعين قائد، احنا جيش باقي، الدفاع باقي، شنو الفوضى اللي تصير؟ عندنا يا اخي قاده اكفاء، الشعب ذولا الشباب كلفك الله هسه ينعين لهم قائد مضبوط. منين خايفين هم؟ خليه يطلعون، بس هم رغم ما يطلعون هم راهم محاكم وراهم حقوقنا ونجيبهم لي جاي يتحاسبوا. احنا مقصد الكلام ترى رغم ما هاي بعد هاي الشباب تطوقهم حتى لو يطلعون، نريد حقوقنا منهم، نريد سواها بالدماء، هنا يجون محكمة شرعية. هالتفاضل بعيد
عليهم. متعودين العراق وأبناء العراق من ثورة العشرين لحد الآن هو ينطي ضحايا وينطي شهداء. كيف ينتصر لولا الشهداء؟ ما ينتصر الشعب. هاي نقطة. أما الأحزاب، احنا هاي مسألة الأحزاب. اليوم هذا اللي قدم استقالته ما هو انه عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي رجل آلة، الأحزاب هي اللي سيرة. أما قضية الأحزاب اليوم الشعب العراقي رافض كل الأحزاب، ما يقبل أي حزب بعد أنه يدخل بالعملية السياسية. اليوم الشعب خرج لإسقاط الأحزاب. ما هو سرق العراق هو الأحزاب وليس رئاسة الوزراء. لا، الأحزاب اللي سرقت العراق. ليش؟ لأنه ظالة من إجاو أجاب بركة أنه هاي الحصة لفلان وهاي الحصة لفلان وقسمونا إلى دويلات أو أنه نقول إلى محافظات. هسه المحافظات هاي محافظات سنية وهاي محافظات شيعية وهاي محافظات كردية. من أجل من؟ من أجل أنه يأخذون حصص المحافظات ينمون بها أحزابهم. اليوم أكثر الوظائف من 2003 لحد 2012 الوظائف ولائية، يعني رادوا يمتنون بها الأحزاب حتى أنه يستخدمون مسألة الولاء بالانتخابات. أما مسألة الانتخابات بعد اليوم كل مواطن شريف، كل واحد عنده ولاء للأحزاب خلي يترك الولاء. ليش؟ لأنه اللي سقط الشهيد ابن عمه أخوه من عشيرته، فعليهم أذول اللي عندهم ولاء للأحزاب خلي يرجعوا إلى أصلهم إلى عراقهم. اليوم احنا عندنا طبقة مثقفة وعندنا رؤساء جامعات وعندنا دكتوراه بالاقتصاد، عندنا دكتوراه بالسياسة، ولكن ظل نحتهم الأحزاب وظلوا جالسين في مكانهم. اليوم إذا خرجت هذه الحكومة راح تشوفوا الشرفاء من أبناء البلد يظهرون، ولكن لا يظهرون في الوقت الحاضر، لأنه الأحزاب عندها أجندات تقتلهم إذا خرجت هاي الأوجه. بس الأوجه موجودة والمثقفين موجودين والعراقيين الأصلاء المحبين لوطنهم موجودين، ولكن لا يخرجون للساحة خوفا على حياتهم. واحنا ننصحهم أن لا يخرجوا، احنا ننصحهم لا يخرجوا. اليوم 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 الأحزاب عندها ولاءات وعندها أجندات وعندها مجاميع مسلحة. اليوم أي ناشط بسيط مو إنه دكتوراه بالاقتصاد أو بالسياسة مو يجي يخرج الساحة. اليوم أبسط ناشط بالساحة العراقية جاي يخطفوه ويروحون أما يقتلوه وأما يساومون عليه مساومات. هذا اللي موجود بالساحة اللي نعرفه. أما دولة رئيس الوزراء، يعني أنا هاي الإشكالية اللي هذا الشمري أبعد عنها. ليش؟ اليوم الشمري ما يمتثل لأوامر إلا نور المالكي، لأنه أكثر القادة العسكريين مع الأسف اللي ما عندهم وطنية اليوم تحزبوا وبقوا يمشون وراء الأحزاب، والممثل الشرعي للقتل وهو نور كامل المالكي. الممثل بالقتل والمجازر هو نور كامل المالكي، لأنه أبشع بشر بالكرة العراقية هو. ليش؟ ليش؟ لأن أول من ضحى بسبايكر هو، أول من ضحى بسبايكر هو. ليش؟ وإلا ماكو أكو إرهاب المناطق، والإرهاب فرض نفسه على المناطق الغربية. ليس المناطق الغربية هم داعش أو هم اللي يقتلون، لا، فرض نفسه بالقوة اليوم الإرهاب على المناطق الغربية، ونور المالكي أخذ أبناء الشيعة ذباهم بالمنطقة الغربية حتى يقتلون أبنائنا ويبقوا المتفرج حتى يخلق هذه الفتنة بين الشعب العراقي. ماكو طائفية بعد. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. اليوم انتهى الموضوع مسألة الطائفية. ليش؟ هذا الوطن مبيعة أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن مبيعة أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن مبيعة أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن مبيعة. الطائفية اليوم ما موجودة، وما موجودة هي سابقا، ولكن ولا أحسنتم. من خلال شنو؟ من خلال الأموال. اليوم عندهم أجندات اليوم أصبح الصالح هو الشعب العراقي والطالح هي الطغمة السياسية. أما مسألة هاي نقطة أخيرة، أما مسألة يساومون على الوقت، أما يختارون رئيس وزراء، أما يجتمعون بالبرلمان، قسما بالله هذا الشعب العراقي كله يرفض هذا كله، هذا كله يرفضه. اليوم الشعب هو اللي قرر، والشعب هو اللي حاكم وهو اللي قاضي. الرحمة والغفران لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا على كل ساحات الشرف والعز، والشفاء العاجل لجرحانا الأشاوس الأبطال
احنا كل جاي نسمعه على الفضائيات وعلى قنوات الاخبار هي الحقيقه هي مؤامره، وهذا البلد مو اليوم وامس تحاكي للمؤامرات، ولكن للاسف نعتب انه على الحكومه العميله التي جاءت هي مطيعه لتلك المؤامرات التي تعقد لهذا البلد العظيم. امريكا من اجت هي محبه للعراق ولا الامم المتحده، جاءت ببرايمر وقانون برايمر الذي هو حاضنه للفساد وحاضنه للقتل وحاضنه لذل العراقيين واهانه العراقيين. ولكن هذا صبرنا ال 16 عام، لكن لا يبالوا، هذه الطغمه ولاهم ليس للعراق، لان الكل يحملون الهويه المزدوجه، ومن يحمل الهويه المزدوجه لا يكون له الولاء للعراق ابدا ومطلقا، وهذه قاعده. ولهذا جاءوا من قانون برايمر، جعلوا السلطه لهم، وجعلوا قانون الاحزاب لهم، وجعلوا مفوضيه لهم، واستحوذوا على الاموال، وجعلوا لهم ميليشيات، وجعلوا لهم مرتزقة حتى يذبحوا العراقيين. وما تريده أمريكا وصلت إلى الهدف المنشود الذي حققه هو العملاء القابعين في الخضراء. العراق صبر ومن نوعه يصبر، والعراق شعب كريم وشعب سخي ومعروف وله تاريخ 5000 سنة. لا يأتون هؤلاء الكلاب ليغيروا هذه. اليوم نشوف ساحة التحرير، عراق مصغر، القلوب متوحدة، المشاعر متوحدة، لا أعرف الطائفية هنا. فكل المؤامرات التي حاكت على العراقيين هم وجدوا ذلك، بحيث وصل أنه هم استحوذوا على الأموال وظلوا أموالنا تهرب للخارج. أصوروا أنه هذه الجارة التعيسة 16 عام هي ومتوقفة على العراقيين. هاي 25 مليار التي تاخذها سنويا هي تصرف على الميليشيات على العراق وسوريا ولبنان، وهذا اللي وصل الحد. تركت شبابنا ذهبوا تهجروا راحوا غرقوا من وراء الفقر والظلم الموجود في داخل البيت العراقي. ولكن العراقيون طبيعتهم لا يظلم ولا يقبل الإهانة والذل، وجاء العقاب، واليوم العقاب يتحطم ويكسر رؤوسهم في التحرير. فاستقالة عبد المهدي لا تكفي، واستقالة الحكومة عليهم أن ترحل ويكفوا عن رسالة الدماء التي تسقط، الدماء التي سقطت. والله أنه أجهد أرى المشهد سوف لن يذكر التاريخ لهم، وسوف يصبحون قصة وعبرة. وأتصور أن تبقى ساحة التحرير البيت أو البيت التراث للعراق، وما سوف يلاقوه من إسالة الدماء، إسالة أمس الناصرية والبصرة والمحاور. وعليهم أن يتركوا، والعراقيين هم يتخذون، والعراقيين هم ينتخبون، والعراقيين هم أولى بمن يخدمهم ومصالحهم والشريف والغيور على هذا العراق. وتعلمكم يغدر احنا نريد اقاله الحكومه كلها ما تفيدنا، لانه الحكومه ما قدمت شيء حتى بهاي السنين.
السنين اللي مضت الشعب العراقي ما لمس كل شيء من عندهم، لا من تعيين لا من عيشه بخير، حتى الحصه التموينيه قطعوها. زمن صدام حسين كانت الحصه المواطن يبيع من عندها ويعيش بيها. هاي بزمن يلتحق بيها، نطالب بمحاكمتهم من الامم المتحده، لانه هنا ما حد يحاكمهم، وهاي الدول الجوار كلها متامره علينا. لحد الان هاي الشباب جاي تقتل يوميه وما حد حتى طلع يستنكر من الدول العربيه. هاي الدول المجاوره كلها متامره على هالشباب هذا، بس هاي ان شاء الله الثوره مالتنا، الثوره تكسر كل الاصنام هاي اللي علينا والمتامره علينا كلها، راح نقطعها ان شاء الله. واريد تشكيل الحكومه من ساحه التحرير، ومن ساحه التحرير من المثقفين، الناس اللي ما طلعوا برا، اللي ما يحمل جنسيتين. الشعب هو اللي يقرر، هذا قرار شعب، احنا هسه ما ناشد، هذا قرار شعب ويتنفذ من الامم المتحده، ما نريده من كل واحد، ما ناشد كل واحد، لانه هذول اللي ناشدهم ناس فاسدين شلع كلهم، ما بيهم واحد عنده غيره، وطلع وقال هاي الشباب ليه جاي تقتل؟ احنا الناشد انه مثل ما يقول بس شغله واحده نريدها من الشباب، الرجاء منكم لا حد ينسحب من ساحه التحرير. هاي ترى الشغله لحد الان سيناريو، لحد الان ما حد عرف شنو المضمون ماله، لحد الان ما حد كله تخدير. هذا هؤلاء الشباب الثوار هم اللي يشكلون الحكومه، والمثقفين الموجودين بالعراق، عندنا مثقفين بجد الموجودين بالحكومه ألف مره، عندنا دكاتره، عندنا مهندسين، عندنا قضاة شرفاء، كلهم ذولا نريد قضاة شرفاء هم يتنصبون ينصبون الانتخابات، ما نريد احنا من الاحزاب يخلون مفوضية انتخابات، نريد قضاة نزيهين من الشعب من المتظاهرين، ونريد الدول العالم كلها تحضر التظاهرات، لان الانتخابات من 2003 لحد الان كلها مزورة. الاحزاب هي متسلطة علينا من 2003 لحد الان، هي جاي تدير الحكومة. عادل عبد المهدي دمية بيدهم، بيد الدول المجاورة وبيد امريكا واسرائيل، يحركونه شلون ما يردون، والاحزاب يضغطون عليه، هي تسوي وهي تسوي، لان هو ما عنده مقاعد بالبرلمان، هو اصلا ما مرشح للانتخابات، ما عنده اي مقعد، فلذلك ما عنده شرعية بالبرلمان، يعني مو قوي ابن عمي. احنا نريد محاكمتهم من 2003 لحد الان، شكوا جرائم وشكوا شخص بالحكومة فاسد وباقوا شرط خارج العراق والموجودين هنا واللي سووا المجازر بسبايكر وداعش، ولحد الان وقتل المتظاهرين ذولا، نريد محاكمتهم ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وفالح الفياض وقاسم عطا ابو الامن وابو الاستخبارات ذولا جاي يحتقلون بالعالم يحتقلوهم وياخذوهم الطريق ما حد يندل وين. نريد العالم تعرف هاي السالفة، وزارة التخطيط هنا نايمين، احنا نريد ذولا تركزون عليهم، الامن والاستخبارات موجودين بنصنا وجاي يعتقلون العالم بلا سبب. يجون ملثمين بالليل يطبون على المتظاهرين بالليل يحاصرونهم مكان ويعتقلوهم وياخذوهم، يطبون يجون من الفرع ضيق ياخذوهم ويجروهم، لو يقول له تعال مره خصتك اذا ما اجى يضربه ويطلع. احنا نريد ذولا محاكمتهم، ذولا احزاب جاي تدمر العراق، نريد محاكمتهم كلهم، شهداء سبايكر حتى 2006 2007 هم جابونا الطائفيه للعراق، جابونا الطائفيه، احنا ما عندنا طائفيه، دمرونا بالطائفيه على مود مناصبهم، على مود يبوقون براحتهم، احنا ما موجوده عندنا طائفيه، ما عندنا احنا من 2000 من صرنا لما ندرنا ما نعرف هاي السوالف، جابونا كل شيء على مود يسيطرون، وزعوا الكعكه. حنان الفتلاوي، انا فتلاوي حنان الفتلاوي تقول الكعكه احنا قسمناها واخذنا عقود ومناقصات. هذا شو اسمه مثال الآلوسي يقول احنا كل الطبق السياسيه فاسده، لحد ايش وقت تاخذ حقه؟ هو جاي يحكي يعني من عندهم، هذا جاي يحكي مو من عندنا، هو جاي يقول هذا المله شو اسمه المله حيدر المله يقول احنا مأمنين نفسنا وباي لحظه نطير برا، مأمنين عوائلنا. بعد شنو ابن عمي؟ هم جاي يبوقون لي قدام، يعني هسه هم يدرون بنفسهم راح ينشلعون باي لحظه، فش يسوي؟ ياخذ
ياخذ من الدول المجاورة من دول العالم ياخذ قروض وبيها أرباح، يعني العراق يظل يطي أرباح ويطي فلوس لي قدام، يعني جايب يقول لي قدام ياخذها على مودي هذا. وين اكو رئيس وزراء راتبه مليون دولار؟ تعرف شنو مليون دولار؟ ميزانية مال دولة. يعني وين اكو هيج عادل عبد المهدي عيني مصرف الزوية لحد الان بعد ذاك وياه، بس الارباح عافن راح. زين السبع مليارات الغرقن وينهن؟ وين المجلس التحقيقي؟ انت احنا من 2003 تحجون بالمجلس التحقيقي، انفتح المجلس التحقيقي وماكو نتائج، لعشرين فايدة بس الحكاية بس يسكت العالم. احنا صار 16 سنة هم يخدرون بينا، ما ادري يخلونا سحر، ما ادري يسوونا، صار 16 سنة شلون صابرين ما ادري. احنا نريد حقنا، او هاي القنوات الشريفة نريدها ترجع تبقى، ما نريد القنوات يلغوا. هاي قنوات صوت الشعب، جاي يضربون المراسلين وجاي يضربون مصورين بالنجف ومحافظة المثنى وبكل مكان. هذا جاي ينقل صوت الشعب، هذا موظف جاي داوم. هم جاي يتجاوزون على كتلة المتظاهرين. هم بيقولون شخص إذا رمى طلقة يعتقلون أربع أرهاب، لعدة جاي تقتل المتظاهرين، جاي يترهب بالمتظاهرين، ترمى عليهم طلقات، ما يتحاسب. شو وقت يتحاسب لعد من عمي؟السلطات كلكم ما نستثني من السلطات كلكم مرفوضين، والأعوج يعدل هيهات كلكم مرفوضين. ما يلا ما ينظفكم يا وسخين يشربكم، ما يلا يا وسخين يشربكم. صوت المظلوم صوت تكذبون بيها انتم واقعين، بأس الوثيقة تكذبون بيها انتم واقعين، ومهلة خديعة يقولون بيها انتم واقعين. باطل ترى موقعها كل ورقة ما وقعها، باطل الورقة ما وقعها. صوت المظلوم اني المطلب مالنا الوحيد مطلبنا شلع قلع، مثل ما راد الشعب العراقي. شعب العراق راد شلع قلع. ما نريد اي واحد من الحكومه يبقى، رؤساء الكتل كلها تطلع، درب اللي جابهم يرجعهم. زين درب اللي جابهم يرجعهم، رؤساء الكتل كلها تطلع، الاحزاب كلها تطلع. البرلمان شلع من اساسه. ما نريد برلمان، ما نريد هاي الحكومة فاسدة. لا قدرة تسوي لنا أي عمل، أي إصلاح ما نريد من عندهم. ترقيعات ما نريد، مال تعيينات ما نريد، مال بلطنا شارع ما نريد، مال مي وكهرباء ما نريد. إحنا كل شيء ما نريد، نريدهم يطلعون، درب اللي جابهم يرجعهم. ونطلب من الشعب العراقي، كافة الشعب العراقي جميعا التواجد بساحة الاعتصامات. زين ونطلب من عندهم الباقين من اهل كربلاء، من اهل كربلاء والديوانيه والسماوه والناصريه، التواجد واكثر بالنجف. الضغط هناك يكون على المرجعيه، جميع السياسيين والطبقه السياسيه، جميع السياسيين في العراق يسموننا بالمظاهرين. اي واحد يطلع يسمينا مظاهرين بينما احنا مو متظاهرين. المظاهره ارتفاهمهم المظاهره بشارع، مطالبه بحق بجزء بماده قانونيه او بساعات اضافيه او بدل عدوى. هاي المتظاهر شارع طوله 200-300 متر، مو مظاهرين. احنا ثوار واخوان المظاهرين، لا ثوار متظاهرين، لا ثوار. احنا ثوار تفهموا من السياسيين، احنا مو متظاهرين. هاي صار لنا اليوم 60 يوم، هاي ثوره. الحسين قال الدم مقابل السيف، الدم مقابل السيف. احنا سننطي دم مقابل الرصاص مالهم، دم ننطي شباب. اذا نطق اللسان عرض الانسان. تطلع هدى سجاد قبل اسبوعين على الشرقيه تقول المتظاهرون يطالبون بتعديل قانون انتخابات ينصفهم. يعني احنا نطلع 500 اسم شهيد و16 الف جريح على مود قانون انتخابات. احنا قوانيننا معروفه،
والمطالبات مالتنا معروفه، وكل سياسي يقول لا توجد رؤى واضحه للمتظاهرين، رؤانا واضحه، الغاء مجلس المحافظات، الغاء الدستور العراقي وتعديله، الغاء قانون الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، وعدم الغاء نهائيا من الدستور ومن القانون العراقي الاحزاب السياسيه والكتل السياسيه والتحالفات السياسيه، والاختيار من الشعب فقط بدون احزاب. وشكرا. عم الحكومه هاي كلها ما نريدها، هاي الحكومه بزعنا من عندها. اتحدى هسه شاب بجيبه 2000 دينار، عمي هذا دولة الخليج يطلع من بطنه مدارس احسن مدارس احسن تعليم، يلقى تعيينه وكشخته وعقاله، هنا الشاب العراقي يطلع من بطنه يبيع من بارد بالشارع. لك بيا زمن هذا كان بعد عمي طلعوا كان بعد مليانة عمي ذاك الزمن، والله 14 مادة استلم حتى موس مال حلاقة استلمها، كنت اروح ويا والدتي حتى موس مال حلاقة استلمها، والله 14 مادة بالقرآن امانة، اطلع بالثنتين بالليل نروح للمزرعة ماك أحد ولا أحد يحاكيك، هسه تطلع من هنا من 9 بالليل 8 بالليل ما ممن على روحك ولا ممن على طفلك، هذا الشيء يصير بي عمي كافعات الشباب كل شيء ما شافت بحياتها. أنتوا قاعدين بالدول وهسه هاكو غير دول قاعد تحكمنا هنا، مو أنتوا هذول خليهم ترى وجوه، ترى بس وجوه. هاكم شوف هذا وزير الكهرباء باعوه هذا وزير الكهرباء شلون ماخذ راحته، باعوه هاي قدامكم الشعب العراقي باعوه، يقول له يابا أنت ليش ما تجي ليش هيجي، يقول له والله مواني انا ما بيدي السلطه، اكو غيري يحكم هنا بالعراق، هذول وجوه هذول مو سياسيين، هذول عم يدمرون كافي يعني الشباب، احنا لا شغل لا عمل، كافي عدنا هتول البلد كافي يعني، ابو التاكسي يطلع ما مأمن على بيته يطلع يفتر مثل ما راح يرجع كافي، هالشباب خريجه كل واحد عمره كبير حل على التقاعد، اجيب هذول خريجين الصغار بمكانه كافي عاد مليانه بالقرابه مليانه. رايد وطن ما بحرامي لا تستمع جوهر كلامي، رايد وطن هاتستمع جوهر كلامي، رايد وطن والبعد هذا البلد ما ريده يحكم بعد، الإعلام الإعلام معروف عنه هو السلطة الرابعة للفشع يعني لنقل صورة الشعب، أكو ناس الشباب جاي تذبح بجسر الأحرار كتل، إحنا نروح لهم بالعلم العراقي جاي يضربنا بالمسيل الدموع جاي يضربنا برصاص الحي، إحنا ما حد يمثلنا لا مشايخ هاي الشيوخ الأهل العمامة ساكتة ما تمثلنا، الشباب طالع كتلها الجوع، لا نريد تغيير شامل، لا نريد هذا الأحزاب اللي اتفقت 45 يوم هاي ما تمثلنا، وأي واحد يساوم بينا احنا ما شباب كلها طالعة حقوقها لا حزب ولا شيء، الوفاء لدم الشهداء، الشهداء ما رادوا عادل عبد المهدي، احنا هدفنا مو عادل عبد المهدي، الكل أول شيء حل البرلمان، إعادة النظر بمفوضية انتخابات ومنتخبات مبكرة بإشراف أممي، الأحزاب ننهيها ما نريد أحزاب، إحنا شعب عراقي نريد ننتهي نخلص من الأحزاب، لأن دمرونا الأحزاب مدعومة من أجندة خارجية هي دمرت الشباب، وهي دم الشباب كله سببها الأحزاب. أنا وحدة أول وحدة السلام عليكم، مو بس عادل عبد المهدي الأحزاب كلهم، ولا أريد أي حزب ولا البرنامان، أول وحدة البارحة هذا الحلبوسي مجتمع ويريد هو ينصب رئيس، لا
هو الشعب يقرر بكيفه، ماكو لا الحلبوسي ولا غير الحلبوسي. الأحزاب دمرونا صار من 2003 لحد هسه، شنو سوونا؟ جابونا بالموت وكله من ذاك اليوم لهذا اليوم سلب وكش ما سوونا. الله عليكم شنو سوونا من هذا اليوم لذاك اليوم؟ واحنا لا نريد من لا نريد تعيين ولا نريد هسه رواتب من عندهم، كش ما نريد اسقاط الاحزاب كلها شلع. اجت امريكا وجابت لنا ثل عصابات بالدول على خريطه جميع العالم منتشرين وسووهم سياسيين علينا وحكموا الشعب العراقي. واليوم من 11 خرجنا بمظاهره مطالب، نريد تعيين، نريد خدمات، قمعونا قمعا لا نظير لها بالعالم. ذبحوا الشباب بقوه السلاح. وخرجنا يوم 25 اكتوبر بمظاهرة مليونية، المطلب الوحيد إزالة السياسيين من على السلطة، شلع قلع. واليوم بعد استقالة عادل عبد المهدي نسمع بعد الأصوات يستبدلون القضية بحاكم ثاني. لا وألف لا. هذا صوت المتظاهرين من ساحة التحرير، نقول لهم كانت الجمهورية والملكية والسياسيين من 2003 تنصبوا علينا، اليوم اللي يتنصب علينا الحاكم. خلي يسمعون الأحزاب، خلي تسمع الكتل، خلي يسمع رئيس الجمهورية، خلي يسمع الأمم المتحدة. الذي يتنصب على الشعب العراقي من ساحة التحرير وبأصوات ساحة التحرير وغيرها لا نوافق عليه ولا ننسحب. هاي بيوتنا وهذه هنا سكننا بساحة التحرير. واليوم عندنا مطلب ثاني بعد المطالب هاي، انت حققت مطالبنا، مطلب ثاني لا نتنازل عنه ولا ننسحب منه إلا بمقدمة وتقديم عادل عبد المهدي ورموز الدولة الحالية إلى المحاكمة الدولية، ليس بمحاكمة عراقية. لا نحترف بمحاكمة عراقية. نطالب الأمم المتحدة، نطالب حقوق الإنسان بأن تقدم الذول الرموز الحكمة والعراق في هذه المرحلة إلى المحاكمة الدولية. وما منظار العالم بحين إلا ذلك، إلى تحقق هذا المطلب سوف ننسحب من الساحات التظاهر وغيرها. لو إلى الصبول علينا أي حاكم لا نوافق إلا بأخذ ثار الشهداء. نعم، البداية تحية حب واحترام لهذه القناة المباركة، وأيضا نعم الرحمة والمغفرة للشهداء، شهداء الناصرية وشهداء النجف وميسان وشهداء العراق كافة. نعم لازلنا صامدين الآن في ساحة التحرير وإلى تحقيق المطالب. لا نقبل ولا نرضى بإزالة فاسد واحد، بل إن هذه المنظومة الفاسدين جميعا نطالب بمحاكمتهم هنا في ساحة التحرير. نعم هنا في ساحة التحرير نحن نطالب بأن يكون مرشح رئيس الوزراء أو رئاسة الوزراء من ساحة التحرير، وهنا صناديق الاقتراع تكون في ساحة التحرير. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق، والسلام عليكم ورحمة. كافي ملينا 16 سنة صار لنا، ما نريد أي حزب، ما نريد، نريد دولة واحدة تحكم بينا، ما نريد لا السعودية ولا إيران، أي دولة ما يتحكم بالعراق. خوش إيران ما نريدها، أي إيراني ما نريده. خوش ولا حكومة ولا، صار لنا 16 سنة طقت روحنا وايد، دمرنا ترى كل شيء إلى حد كافي، ترى طقينا وانفجرنا. خوش هاي البصرة ما هي مالح، هاي البصرة، ها الميناء سدوها، الناصرية، الحلة، النجف، كربلة، كافي. العالم مليت كل شيء، ماكو عمالة واسطات، كل شيء ماكو، مليانة دولة مريض، كافي مليانة. الشهيد التالي.
مالتي خالد جيبه 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 جيبه